أهلا بكم في حصة مغاربية، وبداية مع تأكيد مؤتمر باريس بشأن ليبيا على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد سابقا وهو 24 من ديسمبر المقبل، بالإضافة للتأكيد على فرض عقوبات على من يحاول عرقلة الاستحقاقات الانتخابية ودعوة كافة الأطراف إلى احترام نتائجها. من جانبه أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الأسابيع الستة القادمة ستكون حاسمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن الانتخابات الليبية، مشيرا كذلك إلى دعم المؤتمر تطبيق خطة انسحاب المقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا. بدورها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن تركيا ما زالت لها بعض التحفظات على سحب القوات التابعة لها من ليبيا. يجب على تركيا وروسيا سحب كل قواتها لأن وجودها يهدد أمن ليبيا وأمن المنطقة، ولا بد من توفير الاستقرار قبل الانتخابات الليبية، ويجب علينا أن ندعم إجراء الانتخابات في ليبيا في أحسن الظروف الممكنة. لقد أكدت الأطراف الليبية المتنازعة أنها ستلتزم بنتائج الانتخابات، وعلينا جميعا أن ندفع بهذا الاتجاه، باتجاه انتخابات حرة ونزيهة وفي أجواء طبيعية، وعلينا مواصلة العمل على مختلف الملفات في ليبيا للوصول إلى انتخابات تفرز قيادة تمثل كافة أطياف الشعب الليبي. هذا وقال رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة إنه ملتزم بتسليم السلطة للجهة المنتخبة من قبل الشعب إذا تمت الانتخابات بشكل نزيه وتوافقي بين كل الأطراف على حد قوله. كما طالب المؤسسات التشريعية بتعديل قانون الانتخابات بشكل توافقي، داعيا الأطراف الليبية والدولية بوضع ضمانات حقيقية لاحترام نتائج الانتخابات. أكدنا خلال الجلسة على نقاط هامة وهامة جدا من شأنها أن تضمن إجراءات الانتخابات في ظروف مناسبة وجيدة، وهي أولا حث الأجسام التشريعية على تعديل قانون الانتخابات ليكون توافقيا ويحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص. ثانيا ضرورة تزامن الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق جدول واضح وبين لكل الشعب الليبي. ثالثا ضمان إجراءات انتخاب دون خروقات من خلال دعمها سياسيا ومراقبتها دوليا. البند الرابع وهو البند المهم وضع ضمانات حقيقية لقبول نتائج هذه الانتخابات وفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لهذه النتائج. من جانبه قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إنه لا يوجد أي خلاف على إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرا إلى أنه إذا استطاعت المفوضية أن تنظم انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 من ديسمبر فسوف نسلم السلطة. كما أكد على أن مخرجات مؤتمر باريس تلبي طموحات الليبيين بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، كما اعتبر أن خروج الدفعة الأولى من المرتزقة من ليبيا هو أول نجاحات اللجنة العسكرية المشتركة. لقد جاءت مخرجات هذا المؤتمر ملبية لتطلعات الشعب الليبي بإجراء انتخابات متزامنة برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر، أخذين في الاعتبار ضرورة حلحلة النقاط الخلافية التي تجعل من مشاركة جميع الأطراف فيه أو أغلبية الأطراف فيه وأن يشارك فيها كل الليبيين ويقبل بنتائجها، وهذا يكون أمرا محسوما. كما أثلج صدورنا الإشادة الدولية بنتائج العمل التي قامت به اللجنة العسكرية 10 وكانت تسمى 5+5، والذي بدأ بأول خروج لمجموعة من المرتزقة 300 مرتزق، وهذا أيضا يعتبر أول النجاحات بالنسبة لعمل لجنة 5+5 في مسارنا العسكري الذي نأمل أن يبدأ كذلك في توحيد المؤسسة العسكرية.
وينضم إلينا ضيوفنا من باريس الدكتور عبد الحكيم فنوش الكاتب والباحث السياسي الليبي، من بنغازي الدكتور محمد المصباحي رئيس مركز التمكين للدراسات والبحوث السياسية، من طرابلس أحمد بوعرقوب الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكم جميعا معنا في حصة مغاربية. أبدأ معك سيد عبد الحكيم فنوش، ما رأيك في مخرجات مؤتمر باريس؟ هل كانت وفق المأمول؟ مرحبا أخ نجدين. الحقيقة بأن النقاط التي تم النص عليها هي ما تم تصريح به سابقا من قبل هذه الجهات الدولية التي شاركت في هذا المؤتمر، وبالتالي لم تخرج بشيء جديد إلا التأكيد على ما كانت تصرح به سابقا. الجديد فقط هو ما رأيناه من السيد البيبة ومن السيد النفي، ومحاولة فتح الباب من جديد للتغيير في قانون الانتخاب، والذي ينفتح فلن نستطيع أطلقه على الإطلاق، وسيكون من شأن ذلك عدم الذهاب للانتخابات في نهاية العام كما تم النص عليه في هذا المؤتمر. وبالتالي سيد البيبة وسيد النفي بتلميحات تصور بأنها يدركون جيدا بأنهم غير قابلة للإنفاذ على الإطلاق، وهو البحث عن حالة توافق ما مع جسم لا يمكن التوافق معه على الإطلاق. وأريد أن نوه هنا إلى اللفظ الذي استخدمه السيد البيبة بالقول بأن الأجسام التشريعية، ليست هناك أجسام تشريعية، هناك جسم تشريعي واحد فقط هو البرلمان، الجسم الآخر ليس جسم تشريعيا على الإطلاق حتى يعطى له حق التشريع. وبالتالي ربط إمكانية إخراج القوانين بهذا الجسم من عدمه. وبالتالي أتصور بأن تلميحات البيبة والنفي لا تصب على الإطلاق في إمكانية الذهاب إلى الانتخابات في نهاية العام، بالرغم من أن أغلبية الأطراف المشاركة في هذا المؤتمر أصرت على أن هذا الموعد هو موعد متفق عليه. لم ينص أحد على الإطلاق على أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق القوانين الصادرة ستجري في يوم واحد، وإنما الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية هي التي ستجري مع الانتخابات البرلمانية، وهذا ما جاء على سن السيد السائح وما نص عليه القوانين الصادرة من البرلمان. وبالتالي التحايل ومحاولة ربط الموضوع بالوصول لحالة توافق مع جسم عجزنا على أن نصل معهم التوافق طوال 7 سنوات ماضية، أعتقد بأنه مجرد محاولة لعدم الذهاب للانتخابات وعدم الذهاب إلى تغيير السلطة. دكتور المصباحي من بنغازي، ما رأيك؟ إذا لم تجرى انتخابات توافقية مع كل الأطراف لن أسلم السلطة، هذا ما قاله عبد الحميد دبيبة، هل هذا إعلان صريح من دبيبة بعدم التسليم؟ أولا مساء الخير ليك أستاذ نبيل ولدكتور عبد الحكيم والأستاذ بوعرقوب من طرابلس، حييهم تحية خاصة ولكل المتابعين ومشاهدي قناة الغد. حقيقة كما تفضل الدكتور عبد الحكيم، أعتقد إن من المغالطة الكبيرة أن ندخل الحكومة التنفيذية أو الجهة التنفيذية التي أقرت في جنيف بأن تكون طرف في الحوار. هي ليست طرف، هي حكومة أتت إلى تكون من أجل أن تكون حكومة تجهيز للانتخابات لموعد الاستحقاق الانتخابي. هذا الملتقى الذي انعقد في هذا الاجتماع الذي عقد في باريس، أعتقد أنه يأتي في التعداد 30 من 2011 إلى عند الآن ويزيد من الاجتماعات الدولية. وما ميز هذا اللقاء حتى ولو كانت نحن نتأمل إلى أن يكون هناك قرار حاسم في موضوع خروج المرتزقة والقوات الأجنبية التي يتحاشى كثير من الليبيين المسؤولين ذكر كلمة القوات الأجنبية. نحن نتكلم عن المرتزقة، كل هذه الدول هي حتى ولو كانت دول أو قوات أجنبية هي بصفة مرتزقة. نحن نتكلم الآن على موعد استحقاق انتخابي بجهة تشريعية واحدة وتسمية، نعم كما تفضل الدكتور في موضوع تسمية الجهات التشريعية، هناك جهة تشريعية واحدة وهي البرلمان الليبي الذي أقر القانون رقم 1 والقانون رقم 2 لسنة 21 بشأن انتخاب السلطة الرئاسية والسلطة التشريعية. وأعتقد أن هذا الموضوع قد حسم فيه الإجراء، وبدأت الفوضية العليا للانتخابات مشكورة في عملها، وبالتالي نحن الآن بين يعني نعد الأيام لبدء العملية الانتخابية. ما يميز هذا الاجتماع الدولي أنه يتوافق مع رغبة لا يقل عن 3 مليون مواطن ليبي على الأقل الذين شجلوا في جل الانتخابات والذين يرغبون في انتهاء هذه المرحلة الانتقالية
مرحلة الفوضى والانقسام والتشظي، مرحلة وجود المستعمر والمرتزق من كل مكان، مرحلة الخراب والدمار على بلادنا، مرحلة جر ليبيا إلى صندوق النقد الدولي وإلى الإقراض الدولي وإلى الإفلاس. أعتقد أن هذه المرحلة سأمها الليبيين وضاق بها درعا، مرحلة سفك الدماء والحروب والاقتتال. نحن قبيلة واحدة وعائلة واحدة، أعتقد أن نحن، وأيضا موضوع التوافقي هذا كلام لا يقنع أحد. التوافقية في الانتخابات لا تقنع الصندوق، لا يقنع، لا يرضي طرفين. الصندوق حيرضي طرف ولا يرضي الطرف الآخر. هذا الصندوق الذي يختاره الناس، نعم لابد من مراقبة، لابد من التأكيد على ذلك، لابد من تساوي الفرص في موضوع الدعاية والانتخاب. هذه حقيقة، ولكنه ليس بالضرورة أن سلطة التزمت بأن تكون سلطة تنفيذية لمدة معينة أقرتها وتعهدت على نفسها بها والآن تدخل في نفسها في دائرة الوفاق والتوافق. نعم، ما رأيك سيد بوعرقوب من طرابلس؟ سوف نعود إلى موقف مجلس الدولة. أعتقد دكتور مصباحي أن هذه جهة لا علاقة لها، قبل أن ننتقل إلى مجلس الدولة إن سمحت لي، وليس لها علاقة بعيد لمن قريب موضوع التشريعات. التشريع خلقت في ملتقى السخرات ولم يشر لها القوانين الليبية، وإذا فتحت وهناك من يطالب الآن بفتح الدائرة الدستورية، إذا دخلت الدائرة الدستورية ستبطل كثير من الأجسام القائمة. وأعتقد أن موضوع التوافق ما بين السلطتين وانتخاب السلطة الرئاسية والتشريعية وفي وقت متزامن في الجولة الثانية، حتى لا نقع في محظور آخر الذي نتخوف منه، أن ننتخب مجلس النواب ولا ننتخب الرئاسة وندخل في دوامة 10 سنوات أخرى. طيب، أعتقد أن نحن الآن سئمنا هذا الوضع، ونحن الآن ندخل إلى مرحلة حقيقية. طيب، تقول بأننا سئمنا هذا الوضع وندخل إلى مرحلة إجراءات كاملة حقيقية، وجاهزة، هذا هو المأمول. يجب أن ننطلق. دكتور محمد المصباحي، هنا أسأل السيد أحمد بوعرقوب من طرابلس، اشتراط طبيبة بتسليم السلطة للسلطة المنتخبة في حال أجريت انتخابات توافقية مع كل الأطراف، ما تداعيات هذا الموقف من الدبيبة، خصوصا وأنه يعلم مسبقا أن هناك بعض الأطراف من الآن ترفض إجراء الانتخابات بحجة أن القوانين غير توافقية؟ مساء الخير ليك أستاذ نبيل، تحية ليك وللسادة الضيوف الكرام وللسادة المشاهدين. الحديث عن التوافق أصبح من الماضي، أعطيت فرصة من خلال خارطة الطريق لمجلس النواب ومجلس الدولة مدتها 60 يوم لإصدار قاعدة دستورية توافقية تجرى على أساسها الانتخابات. لم يتفق مجلس الدولة ولم يتفق مع البرلمان حول القاعدة الدستورية، وخرجوا لنا بمسودة هزيلة طالبوا فيها بالاستفتاء على الدستور، لعلمهم مسبقا أن عملية الاستفتاء على الدستور تقنيا سوف تجعل من موعد 24 ديسمبر ضربا من الخيال، فبالتالي تمدد أعمار وجودهم في السلطة وهم مساعيهم واضحة وهي التشبث في مناصبهم. عاد الموضوع لملتقى الحوار السياسي وأيضا فشل في وضع القاعدة الدستورية، وللمفارقة أن ملتقى الحوار السياسي به كتلة من مجلس النواب عددهم 13 وبه كتلة أخرى من مجلس الدولة عددهم 13 أيضا، وأيضا فوتوا الفرصة على المستقلين في إيجاد القاعدة الدستورية. ثم حدثت حالة جمود، مضطر مجلس النواب لكسر هذه حالة الجمود ووضع قاعدة دستورية، وهذا كله واضح سيد بوعرقوب. ولكن السؤال هنا، لماذا السؤال، ما سبب إصرار دبيبة؟ النقطة هذه لو سمحت خليني نكمل النقطة هذه. تفضل. المفوضية يعني في تصريح لها عبر رئيسها قالت أن هذه القوانين صالحة ويمكن البناء عليها في عملية الانتخابات. إذن الموضوع حسم، والدبيبة اليوم عندما صرح بهذا التصريح بصراحة هو لم يقلها ولكن كانت واضحة للجميع، دعوني أشارك في العملية الانتخابية، لن أوافق على انتخابات أنا لست مرشح فيها. هذا ما أراد أن يقوله الدبيبة، هذا بصريح العبارة هي هكذا. فتهديده أنه هو لن سوف يسلم السلطة لجسم جاء بطريقة انتخاب بناء على قاعدة دستورية توافقية، أعتقد أن فيه رفع يعني تحدي للوضع الحالي، وتهديد بأنه سوف يدخل البلاد في دوامة تنازع الشرعية. ولكن هناك ضمانات في الغرب الليبي. قبل الضمانات، قبل الحديث عن الضمانات، أسأل مرة أخرى الدكتور عبد الحكيم فنوش من باريس، إن كانت بيبة دكتور فنوش يرغب حقا في خوض الانتخابات، لماذا لم يترك منصبه مثل ما فعل الآخرون؟
في الحقيقة لم يفعل، لأنهم كانوا يعاولون على إمكانية عرقلة الانتخابات وعدم الوصول لأي توافق إن كان، ولم يكون يتوقع بأن إذا ما أصدر البرلمان هذه القوانين سيجد هذا الصدى لدى الأطراف الخارجية وسيتم اعتمادها من قبل الأمم المتحدة ومن قبل الأطراف الأخرى على أنها المرجعية المقبولة. وبالتالي كان هناك تعويل طوال الفترة الماضية ورهان على إمكانية تعطيل الانتخابات وتمديد أمد الحكومة، وكانوا يعتقدون بأنهم يستطيعون فعل ذلك. وعندما عجزوا الآن يحاولون الآن إيجاد تبرير ما لعرقلة الانتخابات بشكل أو بآخر، ولكن تعويلهم الأول كان انطلاقا من محاولة الرهان على الذهاب إلى عرقلة إمكانية إصدار القاعدة الدستورية من خلال تفعيل أفرادهم الموجودين في اللجنة القانونية في منطقة الحوار، ومن ثم استغلالهم لبعض الأعضاء في منطقة الحوار للتنسيق مع الأمم المتحدة لعرقلة إمكانية صدور القاعدة الدستورية. لذلك فرهانهم الأول كان هو التمديد وعدم إمكانية الوصول لوفاق ما حول القاعدة الدستورية. وعندما وقعت الباس في الرأس الآن وتم اعتماد القوانين من قبل المفوضية العليا للانتخابات وتم مباركة ذلك من قبل الأطراف الخارجية، يبحثون الآن بادعاء البحث عن وفاق لم يتوصل له طوال الفترة الماضية معهم، لأننا ندرك جيدا بأنهم لا يبحثون عن وفاق وإنما يبحثون عن مبررات من أجل بقاء السلطة. وبعدين الحقيقة يعني أنا عندي يعني ضرورة للتعقيب على كلمة النزاهة التي أصر عليها السيد البيزة كأساس لقبوله بنتائج الانتخابات. أتمنى عليه السيد البيزة أن لن يعطينا درس النزاهة، لأنه جاء وضع عليه علامات استفهام كبيرة جدا جدا جدا، وبالتالي أبعد إنسان من ممكن أن يعطينا أو يتحدث عن النزاهة كأساس لقبول ما بالانتخابات هو السيد البيزة. فالاشتراط بأن البيضة من ممكن أن يقرر فيما إذا كانت الانتخابات نزيهة أم لا هو اشتراط لا يمكن نقبل به على الإطلاق، وإنما مرجعيتنا الوحيدة في كيفية التعامل مع الانتخابات هي المفوضية العليا للانتخابات ووجود مراقبين، ولكن لن نترك للسيد البيضة أن يقرر وأن يقيم الانتخابات إذا كانت نزيهة أو لا، وبالتالي يرشح يقبل بها أو لا يقبل بها. على البيضة يذكر بأنه عندما تقدم لهذا المنصب الذي هو فيه الآن تعهد بأنه لن يتقدم لأي انتخابات أخرى. فخلي هذه المصطلحات عن السيد البيبة، أرجو أن يستخدمها على الإطلاق، ويترك الأمر للأطراف الأخرى التي مختصة بشكل مباشر في كيفية التعامل مع العملية الانتخابية. دكتور المصباحي، إن لم يسلم البيبة السلطة هل سوف تكون ليبيا أمام حكومتين وتكرار للسيناريو الذي كان في السابق في ليبيا؟ نعم، واعتقد ان احنا يعني هذا موضوع انتهاء، موضوع الدخول في الانتخابات بشكل نهائي والوصول الى سلطه منتخبه هذه المره تختلف، لن تكون هناك انقسام، سيكون هناك حكومه واحده وستكون هناك سلطه تنفيذيه واحده، لان الرئيس هو من سيسمي الحكومه، واللي كما تفضلوا الضيوف الكرام المشاركه ستكون واسعه من كل مكان في ليبيا. عبر عنها الأستاذ أحمد بأن المشاركة من طرابلس، من الشرق، من الغرب، من الجنوب. أعتقد أن هذا الموضوع لن يحدث إطلاقا، موضوع الانقسام إطلاقا في القادم، لأن الليبيين أصروا على الدخول في الانتخابات والدعم الدولي. وأعتقد أن حضور نائبة الرئيس الأمريكي في هذا اللقاء اليوم، وبعد أن تم قرار قانون استقرار ليبيا الذي أقره الأمريكان، وأيضا قانون الاستعدادهم في شهر 12 إلى ملتقى دولي بشأن دعم الديمقراطية، أعتقد أنهم لن يفوتوا يوم 24 ديسمبر ولن يدخلوا لن يفوت 24 ديسمبر إلا عملية انتخابية قائمة. موضوع التخوف والهواجس ومبالغة في الحرص على مصالح الليبيين وممارسة دور الوصايا ودور الحرص على ليبيا كأنهم هم اللي هناك والذي اللي حدهم، والتحريض على تخريب الانتخابات والتعريض على أشخاص بأنهم لو دخلوا زاد التهديد، أعتقد أن هذه مواضيع ترتقي إلى مستوى جريمة حرب، جريمة تعاقب عليها القانون وتعاقب عليها القوانين الوضعية التي أسنها البرلمان والتي أقرت عليها المفوضية العليا للانتخابات، بأن من يدعو إلى الفساد والتخريب والتهجم على المفوضية العليا للانتخابات ورفض نجاح أسماء بعينها، أعتقد أن هذا
كفيل بأن يدعو أو يجعل من صاحبه عرضة أمام القضاء الليبي وأمام القضاء الدولي وأمام الملاحقات الدولية في هذا الموضوع الذي سيعرقل به الانتخابات. ليس طيب. هناك خوف إطلاقا من نجاح العملية الانتخابية وستسير بعون الله على ما يرام وسينتصر الشعب الليبي لإرادته في عملية الانتخابات. ولكن عمليا هناك تشكيلات مسلحة قادت تشكيلات مسلحة كان موقفهم واضح بخصوص إجراء الانتخابات والقوانين الانتخابية. أسأل هنا السيد أبو عرقوب، وجود حكومتين في ليبيا مثل ما كان في السابق وما نجم عنها من تداعيات طالت جميع جوانب الحياة السياسية الاجتماعية الاقتصادية داخل البلد، هل الليبيون ما يزالون قادرين على تحمل تبعات أي انقسام وأي انقلاب عسكري أو مسلح جديد على نتائج انتخابات مقبلة؟ بالعكس أستاذ نبيل، يعني سئمنا، يعني هرمنا، لم نعد قادرين، وهذا ما يجعلنا نتحدث بشجاعة دون خوف، لأن القادم أسوأ مما هو عليه اليوم. في حالة أن دخلنا في نزاع عن الشرعية ونزاع يعني مسلح فلن تكون هناك ليبيا، صدقني لن تكون هناك ليبيا، ربما نذهب إلى التقسيم الإداري، أقصد أن كل إقليم سوف يستقل وسوف تكون الحرب عن الحدود الإدارية لكل إقليم، جميع الأقاليم تريد أن تكون منابر الطاقة تحت سيطرتها، وهي سوف تكون حرب طاحنة وسوف تدخل فيها دول خارجية بشكل مباشر، هذا أمر واضح. فبالتالي أعتقد أن في عقلاء في ليبيا، وحتى يعني ما ذكرت حضرتك أستاذ نبيل، أنا من أرض الواقع من هنا من طرابلس ومن خلال مجموعة لقاءات أؤكد لك وأنا مسؤول على هذا الكلام أن القوة الفاعل على الأرض في طرابلس يعني مع الانتخابات، وأن لكن حتى ماذا يفعل الأسماء المذكورة، لكن سيد أبو عرقوب ماذا يمكن أن يفعل نشطاء أمام سلاح أمام تشكيل مسلح ضد الانتخابات؟ نحن ننشر الوعي أستاذ نبيل، وهناك كبير وعدد كبير من ممن يحكمون أو ممن لديهم القدرة على إحداث الفارق في طرابلس يحكمون صوت العقل ويغلبون المصلحة الوطنية، صدقني وأنا على دراية تامة بما أقول. مجموعات كبيرة من المؤثرين على الأرض في طرابلس مستعدين لحماية العملية الانتخابية، وخير دليل على ذلك أن هناك مجموعة من طرابلس ومن مصراتة شكلوا قوة بمشاركة قوات طارق بن زياد، لواء طارق بن زياد لحماية الجنوب وحماية ليبيا من التغول التركي في المنطقة. لكن أنت تتحدث عن المجتمع المدني في العاصمة تحديدا، في المقابل من تسمى بالهيئة طرابلسية وموقفها من الانتخابات، كيف ترى؟ قبل أن أعود إلى السيد فنوش، أنا أول أمس كنت في مقر الهيئة الطرابلسية وملصقات موجودة من البوابة إلى الدور الثاني في الطابق الثاني، كلها داعمة لانتخابات في 24 ديسمبر. يعني فات والله صورتها، ترى بعثها لك على الخاص أستاذ نبيل، يعني الملصقات. فيعني صدقني يعني التوجه في طرابلس هو داعم للانتخابات. دعك من خالد المشري وجماعته وطيف الإسلام السياسي، هم لا يمثلون الغرب الليبي، هم مجموعة طيف واحد من مجتمع متعدد الأطياف في الغرب الليبي، وهذا الطيف هو الوحيد الرافض لعمل إجراء الانتخابات. حتى ولو هم وضعوا قوانين الانتخابات فسوف يرفضونها وسوف يعني يعرقلونها، لأنهم يعلمون علم اليقين أن ليس لديهم قاعدة شعبية في ليبيا، وأنهم لن يستطيعوا إيصال رئيس لليبيا، هذه الحقيقة. وفليكون الخطاب يعني رفع سقف المعنويات، يعني تكون معنويات عالية تجاه 24 ديسمبر بإذن الله، لأن المجتمع الدولي اليوم حسم الأمر بشكل نهائي. والقوات، لا ننسى تصريحات الأفريكوم ليلة البارحة عندما قالوا سوف نحمي العملية الانتخابية. نعم أستاذ نبيل. دكتور عبد الحكيم فنوش من باريس، الضيف من طرابلس، يقول يجب أن يكون سقف الخطاب يعني مرتفع بالنظر إلى إجراء الانتخابات، لأن هناك تأييد كبير وهذا حقيقي، ولكن يعني من الواضح أن هناك معرقلين، وهؤلاء المعرقلون معروفون ببياناتهم بوجوههم بتصريحاتهم. مؤتمر باريس الذي اختتم اليوم، هل سوف يضع حدا لهؤلاء قولا واحدا، نعم أم لا؟ من سيضع حد هو الأفريكوم والولايات المتحدة الأمريكية، المجموعة التي اجتمعت في باريس كلها على بمجملها ليست هي من يصرف الموضوع. أرى بأن الفاعل الأساس هو الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا ما تجسدت إرادتها بإجراء الانتخابات
وهذا ما أتوقعه بحكم أنها وضعت المعادلة التالية. المعادلة إما أي النتائج تكون أسوأ، الذهاب إلى الانتخابات بالرغم من وجود بعض العوائق، أم عدم الذهاب للانتخابات. وأعتقد بأنهم وصلوا بأن الذهاب للانتخابات بالرغم من وجود بعض الأمور التي لم تسوى أقل ضررا وأقل سوءا، وبالتالي هم يؤيدون الذهاب إلى الانتخابات، وهذا سيدفعهم بالتالي إلى اتخاذ مواقف واضحة وصريحة كما جاء على لسان الأفريكوم بأن الأطراف المعرقلة سيتم اتخاذ إجراءات ما بشأنها، وهم هشون للغاية. هم يعرفون أن كثير من هذه الأطراف المنخرطة في عملية محاولة إعاقة الانتخابات والمسيطرين على مفاصل الدولة في طرابلس هم بإمكان أن تمسهم الولايات المتحدة الأمريكية، ولديها كل الوسائل الممكنة لأن تضعهم في حجمهم انطلاقا من محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى رئيس الحكومة إلى كثير من أعضاء مجلس الدولة ومجلس النواب المتورطون في عملية الفساد، وبالتالي بإمكانها أن تضع لهم حد. هذا بالإضافة إلى المجموعات المسلحة التي تستطيع بمجرد يعني التواصل معهم بشكل جاد أن تضع لهم حد في كيفية التعامل مع العملية الانتخابية. وبالتالي الفاعل الأساس ليس من اجتمعوا في باريس كلهم، بالرغم منهم أيدوا خيارات الذهاب إلى الانتخابات وضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا، وإنما الفاعل الأساس هو الإرادة الأمريكية إذا كانت جادة في كيفية التعامل مع هذه المجموعات المسلحة، بالإضافة إلى الأطراف التي تعيق إمكانية الذهاب إلى الانتخابات وتتحكم في مفاصل الدولة، إما في مجلس من خلال الحكومة أو من خلال مجلس الدولة أو من خلال المؤسسات السيادية في طرابلس التي تتحكم فيها. وهنا يجب التلميح لشيء نبيل، هو أن تركيا الآن ورأينا تمثيلها الهزيل داخل هذا الاجتماع، مفاصلها في كيفية السيطرة على مفهوم ليبيا هم هؤلاء مجلس الدولة والحكومة ومن يسيطرون على مؤسسات الدولة، وهؤلاء جميعهم ما عادوا يملكون الحق بالذهاب للانتخابات بالترشح للانتخابات، وبالتالي أصبحت أدوات تركيا في كيفية التحكم في مصير ليبيا تنهار أمامها، وبالتالي تحاول بأي شكل من الأشكال أن تعرقل إمكانية الوصول للانتخابات في نهاية العام، وهذا ما سنتوقعه من تركيا. ستفعل أشياء كثيرة لأنها ستفقد أدواتها في كيفية إدارة الحالة الليبية التي اختزلت في شوية مؤسسات طرابلس وأشخاص استلموا مفهوم الدولة في ليبيا ويتحكموا في إدارتها بعيدا عن أي مرجعية قانونية ودستورية ويتحكمون في مصير ليبيا، وأصبحوا خاضعين إلى هذه الإرادة التركية التي تدير ليبيا وتحيل ليبيا إلى ورقة تساوم بها جميع الأطراف الدولية سواء الأمريكان أو الروس أو الاتحاد الأوروبي، وبالتالي خسارة تركيا كبيرة جدا فيما إذا ذهبنا للانتخابات، وهؤلاء مجرد أدوات لديها، ويدركون جيدا بأن الذهاب للانتخابات ليست لديهم فيها فرصة على الإطلاق بالنجاح، وبأن الذهاب للانتخابات ستكون آخر فصل لهم في كيفية السيطرة على حالة ليبيا. المجموعة السياسية دكتور محمد المصباحي التي تدعمها تركيا في ليبيا ربما هي آخر تيار إسلام سياسي في المنطقة بعد سقوط مشروع الإخوان في دول جوار ليبيا، برأيك هل تعتقد مثل ما كان يشير الدكتور عبد الحكيم فنوش تركيا أو النظام التركي سوف يذهب إلى ما هو أبعد مما قام به في السابق للإبقاء على هذه المجموعة في السلطة وفي المشهد الليبي؟ صحيح، وبكل تأكيد، لأن الوجود التركي هذا الوجود المحتل الذي عبروا عنه، كنا لما نتكلم في الإعلام ونتكلموا الناس ويقولوا رأوا الوجود التركي الاحتلال التركي يرفضه كثير من هنا في ليبيا ويقولوا الوجود الفاغنر وجود الآن. اليوم بكل وضوح عبر عنه الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية وقالوا بكل وضوح هناك تفاهم من كل الجهات باستثناء التعنت التركي في عدم المغادرة وعدم رضاهم على هذا العمل، هو الذي جعلهم لهذه يعني نتفهم غياب الجزائر لظروفها الخلاف اللي بينها وبين فرنسا، نتفهم غياب الرئيس قيس سعيد لظروفه الداخلية في تونس، لكن الغياب التركي المتعمد وتقليصه في آخر لحظة إلى مساعد وزير خارجية هو لعدم رضاهم على مقررات هذا الملتقى، وهذا الملتقى يبين حقيقة الوجود التركي في ليبيا، هذا الوجود المحتل. نحن نستغرب من السيد رئيس الحكومة
عندما لا يشير إلى وجود القوات الأجنبية. دائما نستخدم في المقاتلين والمرتزقة الأجانب، هم جميعهم مرتزقة ومقاتلين أجانب، لكنهم استثناء القوات الدولية والقوة اللي نقصد القوات الأجنبية ونقصد القوات التركية كممثلة في دولة في أكثر من 5 قواعد. أسف جدا على البحث الصوت، لكن أعتقد أن تركيا ستعمل وتدفع في هذا الاتجاه بشكل كبير جدا، وهذا ما هدد به السيد خالد المشري عندما ذكر أنه من ورائهم لن يقبل بأي عمل وسيكون قوي على الأرض. صحيح. أعتقد أن الوجود، وهنا أشير إلى أن رئيس مجلس الدولة سيد أحمد بوعرقوب خالد المشري كان قبل أيام قليلة في زيارة إلى تركيا والتقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. مجلس الدولة إلى أي درجة هو يستند على النظام التركي في أي تصعيد متوقع ضد الانتخابات أو نتائجها على الأقل؟ هنا نستحضر تصريحات القيادي صلاح بادي، قيادي مهم جدا في مدينة مصراتة، في منصة كلاب هاوس عندما قال تركيا تفرض جماعة الإخوان المسلمين بكل الطرق إلا عبر طريق العملية الديمقراطية، عملية صناديق الاقتراع، لمعرفة تركيا بأن جماعة الإخوان والإسلام السياسي بصفة عامة ليس لديهم قاعدة شعبية. وهذا ما نفسره من خلال عملية اتفاق الصخيرات عندما خسر الإخوان المسلمون في سنة 2014 الأغلبية، وهم لم يصلوا حتى يعني 17 فقط مقعد من أصل 200، انقلبوا على عملية انقلابية وجاءت تركيا وعادت إنتاجهم في اتفاق الصخيرات، وعادوا نفس الكرة من خلال ملتقى الحوار السياسي في تونس وجنيف. رب أنا أذهب يعني أخالف يعني ضيوفك الكرام في هذه النقطة. اليوم تركيا تختلف يعني عن سنة 2014 وتختلف على سنة 2020. اليوم تركيا لديها أدواتها الخاصة في ليبيا، لديها أدوات التأثير، هي لم تعد بحاجة إلى حكومات ولم تعد بحاجة إلى جماعات توفر لها غطاء، هي الآن موجودة عبر قواتها وموجودة عبر المرتزقة. فبالتالي أعتقد أن تركيا سوف تحاول إيقاف ومنع الانتخابات، ولكن الضغط الأمريكي سوف يجبر تركيا على قبول إجراء الانتخابات، وهي ستعمل على فرض نفسها على السلطة القادمة في ليبيا. وهنا أؤكد أيضا ليست تركيا فقط من تحاول عرقلة إجراء الانتخابات، روسيا أيضا تحاول عرقلة إجراء الانتخابات، لأن الهدف الاستراتيجي لتركيا وروسيا وهم لديهم تنسيق على أعلى مستوى في هذا الموضوع هو جعل ليبيا غير مستقرة لحفاظ على تواجدهم في، طيب، في ليبيا. أمامي آخر 3 دقائق من زمن هذه المقابلة، أعطي دقيقة لكل واحد منكم قبل أن ننهي. سيد فنوش الضيف من طرابلس يقول تركيا اليوم تختلف عن تركيا التي تدخلت في السابق، باختصار لو سمحت تعليقه. هو الحقيقة هي تركيا يقول أن ضيف أن تركيا تستطيع أن تتحرك من خلال قواعدها العسكرية وقواتها الموجودة على الأرض. هذه القوات وهذه القواعد ومرتزقتها لا يتحركون في الفراغ، وإنما يتحركون بغطاء السلطة القائمة حاليا، وبالتالي المساس بالسلطة هو مساس بقواتها ومساس بالمرتزقة، وإذا الأمر مرتبط بكليهما. يعني ما تقدرش تقول بأن بحكم أنهم لديهم قواتهم على الأرض هم ليسوا بحاجة للمشي وليسوا بحاجة للسلطة، هم موجودون وغطاءهم في الوجود هو هذه السلطة التي تشرع لهم، والتي كما قال ضيفك من بغاسي أنهم لا، هذه السلطة لا تريد أن تستخدم مصطلح القوات الأجنبية بحكم أنه يشير إلى تركيا. طيب انتهت الدقيقة دكتور فنوش، وضحت فكرتك، أعطي الدقيقة الثانية للسيد محمد المصباحي. توقعاتك للانتخابات في دقيقة لو سمحت. توقعاتي في الانتخابات ستكون ناجحة إن شاء الله، وسينتخب الليبيين وسيختار سلطتهم التنفيذية والتشريعية، وأعتقد أننا نحن بعون الله سننهي هذه مرحلة التشدي والانقسام، ويجب أن نقبل بنتائج الصندوق، هذا ما فرضه علينا الواقع، ويجب أن نقبل بالنتائج، وأن الليبيين سيشهدوا عرس انتخابي كبير جدا في كل مكان، وستعمل في كل مكان، هناك تحمس كبير جدا، وهناك بيانات تصدر من المناطق الغرب الليبي ومن الشرق بأن يوم 24 ديسمبر ستكون هذا آخر يوم لهذه الحكومة وستبقى غير شرعية، وبالتالي نجاح الانتخابات هو المعود الحقيقي للليبيين للخروج من هذه الأزمة والخروج من حالة التشدي والانقسام
واضح انتهت الدقيقة على عمل لجنة العشرة الوطنية وهي لجنة القوات المسلحة. الدقيقة الأخيرة للسيد بو عرقوب، أظن بأنك تنوي ترشح للانتخابات سيد أحمد بو عرقوب، ماذا تقول كمرشح لكل من يفكر في العرقلة أو التصعيد باختصار لو سمحت؟ أنا يعني أنوي الترشح للانتخابات لكي أرفع صوت الرافض للتواجد الأجنبي على الأراضي الليبية بصفة عامة، سواء كانوا روس أو أتراك أو غيرهم. ليبيا أرض الجهاد، ليبيا أجدادنا مجاهدين، أجدادنا قدموا تضحيات بأرواحهم وبأغلى ما يملكون في سبيل أن تكون هذه الأرض طاهرة. أنا أستغرب من بعض القيادات السياسية أن لا يقدمون أو لا يضعون في سلم أولوياتهم ملف القوات الأجنبية والمرتزقة. أطمئن الجميع أستاذ نبيل أن طرابلس تستعد للانتخابات وأن صندوق الاقتراع هو الفيصل وهذه هي الديمقراطية. نعم شكرا. اليوم عرض وصلنا إلى نهاية هذه المقابلة، شكرا جزيلا لكم جميعا. من طرابلس أحمد بو عرقوب الكاتب والباحث السياسي، من بنغازي الدكتور محمد المصباحي رئيس مركز التمكين للدراسات والبحوث السياسية، من باريس الدكتور عبد الحكيم فنوش الكاتب والباحث السياسي الليبي، شكرا لكم.